بدأ يغيب عليا، يعني مثلا كان دايما يجيني، هو فاتح محل وكنت دايما بنزله، كان يقابلني حلو يعاملني حلو، اتغير نعم بقت معاملته ليا وحشة جدا. نعم فسواء بيوحشني، فهل من كرامتي مثلا ممكن يشتمني قدام مراته، سبحان يزعلني الله قدام مراته؟ سبحان الله. يعني سواء بحس ان هو وحشني، ببقى يعني مثلا بنتي تقعد تقول لي ما تسأليش فيه، ما دام هو بيهزقك ما تروحيلوش، ما نعم تسأليش فيه كده. فانا مش عارفة يعني اعمل ايه، هل يعني ان انا اللي انزل له وانا اللي حايله لا وانا طبعا لا طبعا، ربنا يبارك فيكي. ورغم الأم مش هي المطلوبة، مش هي المطلوب منها إن هي اللي تزور ابنها، إنما الابن هو اللي يروح لحد عندها ويبوس إيديها ورجليها. يعني ربنا يبارك فيك، إحنا مش عايزين نقول إن الدنيا اتقلبت والأحوال والموازين كلها انقلبت بالمنظر ده. طبعا الابن لابد أن يعلم إن هو لن يوفق في دنيا ولن يسعى الدنيا وآخرة إلا برضا الوالدين. دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا قرنها بعبودياتي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيعني ما فيش أعظم من كده ولا في منزلة أعظم من كده. والنبي عليه السلام رتب قبول الأعمال على بر الوالدين، قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، كان أولها العق الوالدين. فإحنا بنقول إن ابن حضرتك ربنا يا رب يهديه ويحنن قلبه عليك، وعلى خطر عظيم إن هو أولا ما بيصليش، ثانيا عاق أمه. وازاي ان الانسان يوصل لمرحله ان هو يشتم امه قدام زوجته ولا حتى ورا زوجته؟ يعني هو حتى المفروض يكون بالعكس، يكون قمه احترامه ليك في كل وقت، ويزداد احترامه ليك كمان امام الناس، عشان اولا مش عشان يتباهى، لكن انما علشان يعرفوا ان هو ده الحق اللي لابد ان يقدم من كل ولد لوالديه. فاحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي لك ابنك ان شاء الله، لكن انت مش مطالبه ان انت تزوريه ابدا، انما هو اللي مطالب ان يجي لحد عندك ويبوس ايدك ورجليك، ونسال الله عز وجل ان ربنا يهديه لك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. والله انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك. ربنا يحفظك. انا بقول محمد ابني نام، كان نفسي اكلم حضرتك قوي والله. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. بالنسبه لحضرتك بتتكلم ان احنا بندعو الناس بالحسنى وكده. نعم. ايه ده، بس حضرتك ان ربنا يثبتني، انا لسه منتقبه بقى لي اسبوع بس. ربنا يثبتك. فدعينا بقى ان يقوي الايمان في قلوبنا وكده. ربنا يثبتك. انا عندي حماتي بحبها قوي قوي. بس هي إيه فيها حاجه، مش بتصلي. نعم. ما بتصليش غير الفجر بس، عشان هي بتقوم بدري. نعم. وعلى طول بتتفرج على التلفزيون الافلام بقى، وحضرتك عارف الافلام، ما بتحبش الافلام الهايطه والاغاني والحاجات اللي زي دي. نعم. فانا حاولت كتير ان انا ادعوها بالراحه وكده. نعم. فمش بتسمع كلامي، لدرجه ان هي ما كانت عندي هنا زعلت من اني ان هو بيقول لها لا حرام الافلام والاغاني. نعم. فانا عايزه حضرتك تقول لي ايه، يعني ادعوها بالحسنى ازاي او اقول لها ازاي؟ وبعدين برضو ببقى في المترو او في المواصلات كده بشوف بنات كتير، طبعا حضرتك عارف ايه اللي بيحصل، والمناظر والمدارس وكده، فبحاول ان انا اتكلم، فمش ببقى الاقي عندي الجرأه ان انا ممكن ادعوهم ازاي ان اللي هم بيعملوه ده غلط او الحاجات دي، فببقى برافو لو ساكته، بس نفسي اتكلم بس مش لاقيه الجرأه او طريقه الكلام اكلمهم ازاي. طيب حاضر، ربنا يبارك فيكي. بالنسبه لحماه حضرتك ان شاء الله، يعني ما فيش اجمل من الهديه. خدي لها هديه مش هتكلفك حاجه، ممكن تاخدي لها يعني اي هديه بسيطه كده وتخش عليها وسلام عليكم يا امي وازاي صحتك، وخش كده قبليها وقعدي معاها. لو لقيتيها قاعده بتتفرج على فيلم، استثمري الفرصه بقى، دردشي معاها كده ووطي صوتك. تقول لك مش سامعاك يا بنتي، طب استاذنك يا امي ممكن اوطي شويه؟ اه طب وطي، ولا اقول لك اطفي خالص مش عايزاه. وقعدي دردشي معاها وضحكي معاها، هاتي لها شويه قصص كده من اللي احنا بنحكيها، وقعدي احكي لها كده شويه قصص. اقرأ في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابه عن الصحابيات، وقعد احكي لها، اقول لها تخيلي يا امي كان في قصه صحابيه جميله قوي قراتها امبارح، واحكي لها. الناس بيحبوا الحواديت، اما تقعدي تحكي لها هتتاثر جدا بسير الناس ديت، بفضل الله يكون ده ان شاء الله سبب التزامها ان شاء الله. ولما تكلميها ما تقوليلهاش انت ما بتصليش ليه، او بتسمع اغاني ليه، او مسلسلات ليه، لان هي ممكن تقابل هذا الكلام او هذا الاعتراض باعتراض اشد، وممكن يعني ايه تغلظ عليك. لا، هات لها الدعوه غير مباشره، دعوه غير مباشره، بان انت تذكريها بالله من خلال مثلا شوفي نعم ربنا علينا، وشوفي بقى سلفنا الصالح كانوا بيعملوا ايه، والنبي عليه الصلاه والسلام شوفي كان بيصلي حتى تتورم قدماه، فلما تساله من عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول افل اكون عبدا شكورا؟ شفت قد ايه امي، ده احنا لو سجدنا لله من يوم ما اتولدنا لحد ما نموت مش هنبقى وفينا يعني ولا نعمه حتى من نعم ربنا علينا.
ده حتى يا أمي في ملك من الملائكة أو في ملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى، فإذا نفق في الصور قاموا من تلك السجدة الواحدة، سجدة من يوم ما اتخلقوا لحد ما ينفخ في الصور، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذه كلمات في الحياة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعيدة عن ان انت تقول لها ايه ما بتصليش ليه او بتتفرج على الافلام ليه، لان ده ممكن يخليها تعند اكتر. هي واحدة واحدة مع الكلام الجميل دوت ومع الاسلوب المهذب، وياريت كل مرة تروح لها تقدر هدية بسيطة مش هكلفك في حاجة، هدية بجنيه باتنين جنيه، مرة جيب لها وردة، مرة كارت، مرة يعني من باب الضحك كده ايه تجيب لها كرتونة كبيرة وجواها كرتونة أصغر وجواها، لحد ما تيجي في الآخر تلاقي كرتونة صغيرة خالص مثلا وفيها مثلا 10 صاغ، يعني من باب الضحك معها. مرة في الثانية بفضل الله تكون مساوي للزمن. أما بالنسبة في المترو أو كده ياريت تجيب مثلا ربطة كده فيها رزمة فيها 100 ورقة بتاعة أذكار الصباح والمساء، أو ورقة كده عن حجاب المرأة المسلمة ولا أي حاجة، وخديهم كده يعني ما شاء الله مش هكلفك 5 جنيه 100 واحدة، خديها وانت ماشيه بقى كده حطهم في شنطتك وراكبه المترو ووزعيها على الاخوات اللي موجودين او البنات اللي موجودين، وهتلاقي الهديه نفسها هتؤلف القلب، هتلاقيها بتبتسم في وشك كلها ما شاء الله ده بسمتك الجميله اخت ربنا يبارك فيك ما شاء الله وشك منور يعني، بس هينور اكتر والله لما يبقى في حته شرب كده جميل او خمار جميل، والدعوه بقى الجميله بقى اللي حضرتك عارفاها واحده واحده ان شاء الله. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طب معانا اتصال اخر، احنا خلصنا كده صح؟ طيب ان شاء الله معلش الوقت جري بينا، وارجو يعني تدعو لنا بالشفاء وندعو لكم ان شاء الله بالعافيه، وندعو لكم ان ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.